التبريك عند دخول شهر رمضان ما حكمه؟ مبارك عليكم الشهر، ما حكمه؟ لا بأس بالتبريك والتهنئة لدخول شهر رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر مبارك. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في لطائف المعارف قال: قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان.